ارمي المعادن في المياه المغلية وشوف المعجزات، فكرة منزلية خطيرة وخليكي شاطرة ونفذيها حقلا. بداية أنا عندي هون المعادن، حطيت المي المغلية عم تغلي غلي، تفت عليهم البيكنج باودر بالإضافة إلى الحمض. إذا بحال ما عندك بيكنج باودر فيك تحط الكربونات الصوديوم، فيك تحطي حمض الليمون وبتضيف عليهم الحامض. إذا أنت عندك سكاكين المعالق الشوك مصدقين بهيدي الطريقة، وعندك مثلا سنسل فضة، عندك خواتم فضة مصدقين، ما عليك إلا تستخدمي هيدي الطريقة وراح تلاقي انه لمعية غير شكل. طبعا هون شو راح يصير، راح يغلوا كلهم بقلب بعض بهيدي الطريقة، وراح فرجيكم على النتيجة النهائية. شو رأيكم؟ اعتمدوها وطريقة حب تلمع الأرضية الحمام او أرضية المطبخ او أرضية البرندة، ما عليك لا تعتمدي هيدي الطريقة. بدي في شوية صابون بالإضافة الى شوية زيت، وطبعا تفركي الأرض بهيدا الشكل، وهون طبعا انت بتمسحيها، واخر شي بتجيبي الممسحة وبتمسحي الأرض، راح تلاقي لمعية غير شكل مثل ما شايفين. بتمدوها لهيدي الطريقة وكتير حلوة مثل ما شايفين. شو رأيك؟ ترمي علبة الوايبس من بعد مشاهدة هذا الفيديو. بداية أنا بحاجة لهيدي البلاستيك المتواجي وين فوق علبة الوايبس. كيف نحن رح نستخدمها؟ إذا بتخافي على أطفالك بتحطيها بهيدي الطريقة وبتلزقيها بهيدا الشكل، هون مستحيل الولد يشو يحط إصبعه بقلبها. وتاني فكرة، فيك تحطي فيها المنشفية بتلزقيها بالشمع بهيدي الطريقة، وتاني شغل فيك تحطي فيها المصاري أو فيك تحطي فيها المفاتيح البيت. من مسمار وغطاء مرضبان يوم رح حلمك على فكرة غير شكل. بداية بتجيب المسمار وبتجيب المدقة وبتصير تدقيه بهيدي الطريقة مثل ما شايفين، بتعمليهم هيك أثقاب صغيرة. هلا هون أنا كيف رح استخدمها؟ إذا بحل مثلا أنت عندك زاوية مثلا وبدك تحفيها ومش عارفة كيف بدك تعمليها، ما عليك إلا تستخدمي هيدي الطريقة ورح ينحفوا معاكي بهيدي الطريقة. طريقة حلوة واعتمديها. من مسمار وبصله رح نحل اكبر مشكله نحن بنعاني منها بالشتويه، عم بتعاني من البرغش من العائص، ما عليك الا تستخدمي هيدي الطريقه. بتجيب المسمار وبتعمليه اثقاب بهيدي الطريقه وبتدخلي بقلبه العيدين القرنفل بهيدا الشكل، وساعتها رح نقول وداعا للعائص ولكل شيء، وحطيها باي مكان. حابة تعطري حمامك تدوم لمدة أشهر أو لشهرين، ما عليك إلا تستخدمي هذه الطريقة اللي دايما أنا بعتمدها. ما عليك إلا تجيبي وحدة من الصابونة، وشو بتعملي؟ بتجيبي الصابونة وبتفتحي طبعا هيدي بهيدا الشكل، بتوضعي الصابونة بقلبها بهيدي الطريقة من دون لا كمام ولا أي شيء، بتحطيها بقلبها بهيدي الطريقة. وهون بس تعبى مي، هون شو رح يصير؟ رح تدوب الصابونة بقلب المي، وأول ما نحن نكبس السيفون بهيدا الشكل رح ينزلوا ونتفتح ريحة كتير حلوة. اعتمدوها بطريقة بتحقق. فكرة رائعة بالأستك أو المغيطة. أنت بتعاني مثلا وبتخافي كتير من أولادك أنه يفوتوا ويسكروا الباب على حالهم، ما عليك إلا تجيب المغيطة أو الأستك وبتبرميها بهيدي الطريقة وبتحطيها وين؟ مطرح ما بيتسكر الباب. هون إذا نحن عملناه بهيدا الشكل مستحيل يتسكر مثل ما شايفين. تمدوها لهيدي الطريقة وغير شكل. من سرنج ومعجون اسنان يوم رح علمك على فكره غير شكل. طبعا انا هون بحاجه لدواء اسنان ابيض ساده بهيدي الطريقه، رح نحط المعجون الاسنان بقلب السرنج بهيدا الشكل. وهلا هون مباشره انا شو رح اعمل؟ اذا انت مثلا عندك زوايا بقلب المطبخ او باي مكان وبدك تسكريهم، ما عليك الا تعتمدي هيدي الطريقه وطريقه غير شكل. قصيها وارتاح. اليوم رح علمك على فكره غير شكل وخاصه بالشتوي، حتى نحن تضاين علبه المحارم معانا لمده كتير طويله لما يقارب الشهر، ما عليك لا تقصيها بالنص بهيدي الطريقة. وبتجيبي أي علبة فاضية عندك بتعملي لها هيك مثل شكل المستطيل من فوق بهيدا الشكل، وبترجع بتحط المحارم بقلبها. هون الواحد بلا ما يسحب محرمة بيسحب نص محرم بهيدي الطريقة، رح تمد معاك لمدة كتير طويلة. اعتمديها وطريقة غير شكل، وما تنسين ما رح تهكلي هام اليوم ورايح بسلك المواعين، رح نحل أكبر مشكلة نحن بنعاني منها بالدهان. بداية نحن بس نخلص الدهان شو بيصير؟ بتبع على البلاط بهيدي الطريقة بطريقة كتير حلوة. شو بتعملي؟ بتجيبي سلك المواعين هو ناشف، بتصير تحفي بهيدي الطريقة، رح يروحوا مباشرة بهيدا الشكل. تمديها لهيدي الطريقة ورح توفري عليك أمور كتير مثل ما شايفين. اعتمدوها.